السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة طبخ الصحي العربي أعتذر فعلا عن تأخير هذا الفيديو لأنه في رمشة العين لاحظت بأنه مرت سنة عن, تقديم الفيديو الخاص بالخولينجان وكنت وعدتكم أنني غنزلكم شاي الخولينجان أو الخولنجان أعتذر فعلا عن التأخير وكيف ما كتعرفوا فهاد الجو صراحه ممتاز التناول مثل هذه المشروبات وهو ممتاز كذلك بالنسبه اللي كيعانيوا من امراض الجرثوميه خاصه جرثومه المعده وكذلك نزلات البرد التهاب المفاصل امراض المناعه الذاتيه بصفه عامه لانه مضاد التهاب قوي جدا فممكن انكم تشربوه او تناولوه يوميا فلا ضرر فيه كيف ما كتشاهدوا الانيه اللي غنستعمل هي انيه فخاريه كنت شريتها وصراحة كانت كان اختيار ممتاز انني نشريها لانها فعلا كتعطي نكهة لهذه المشروبات بالنسبة للانية الفخارية اللي تشاهدون هنا لها حتى ترويد فقط نقعتها ليلة كاملة في الماء واليوم الموالي غسلتها يعني شللتها من داك الماء اللي كانت فيه صافي وخليتها كتنشف وضفت ليها الماء ماء وبعض التوابل وخليتها كتغلي فوق النار ورميت هذاك الماء هذا هو الترويض اللي قمت به يعني ما ضفت ليها حتى ماده دهنيه وما باي ماده دهنيه بالنسبه للخورنجان او الخدنجال للناس اللي ما تعرفوش فهو هذا من التوابل الاسيويه وبالضبط من الهند وهذا هي هذه هي بودره الخولينجان وسبق نزلت لكم الفيديو غنخليه لكم كذلك في تعليق معلق او في صندوق الوصف على طريقه طحنه فاللي ما عندوش الطاحونه صلبه او ما عند ما قريبش ليه العطار فممكن انكم تشوفوا الفيديو وتعرفوا كيفاش تستعملوه هنايا لانه مقدار عائلي فاستعملت ملعقه ممتلئه وممكن يكون لشخص واحد ويتناوله على طول اليوم استعملت ملعقه مملوءه من الخلنجان بودره او مطحون وغنستعمل معاه كم السمات يعني مثل القهوه يعني القهوه اللي فيها العطريه او فيها التوابل فتقريبا نفس المبدا استعملت القليل من القرفه مطحونه الا كانت عندكم قرفه عواد فممكن انكم تستعملوا عود او نصف عود بالنسبه للاضافه الثانيه هي القرنفل القرنفل ممكن انكم تستعملوه يا اما بودره يا اما حب هنا نستعمل ثلاث حبات من القرنفل وممكن انكم تستعملوا راس ملعقه صغير من القرنفل وكيف ما كان فهاد الجو الحمد لله يعني نخفض درجه الحراره فهو ممتاز لتسخين الجسم وهذه اضافه اخرى بان الخلنجان يسخن الجسم وكينشط الدوره الدمويه وكيقي او يقي من مجموعه من امراض وكيزول التهابات اللي كاينه في الجسم ففعلا من الاحسن ان في عوض ان الناس كتاخد مهدئات فيفضل انها تاخذ هاد الانواع من التوابل وغنضيفلو كذلك لاباديان او نجمه اليانسون إذا كانت عندكم حبه فممكن حبات صحيحه فكتضيفوا حبه واحده فقط حنا يعني ما أننا باننا هنا كنكهو فقط وبطبيعه الحال راه فيه فائده ولكن الاساس هو الخولنجان لانه طعمه قوي وكتحسوا بالحراره ما كتاخذوه فباش نغطيو هذاك الحراره كنضيفوا هذه المنسمات بطبيعه الحارة فيها فوائد كبيره التركيبه ديال التوابل كلها مفيده وهنا غنستعمل ثلاث فصات من فصات <applause> ثلاث حبات من حبه الهيل او القعقلة كيف ما كان ب بالدارجه المغربيه ثلاث حبات فقط وكنقسمها بالسكين او بالموس على زوج باش كتطلق النكهه ديالها اكثر بالنسبه لكميه الماء بالنسبه لكميه الماء فهنا نستعمل لتر الا ربع يعني كيف ما قلت لكم حجم عائلي او كميه لكل افراد الاسره اللتر الا ربع او نصف لتر على حساب اللي ولكن يفضل ان تكون كميه كبيره ويتشرب او يتناول على طول اليوم لانه فعلا مسخن للجسم كنحركو التوابل مع بعض وكنوضعو فوق النار وتشوفوا حالا الفراش او فراش الالومنيوم اللي دائما نقول لكم عليه لانه كيحافظ فعلا على الاواني الفخاريه وكتبقى عندنا مده طويله بدنا بالناس... وكنأكد عاود الى كنتم من الناس اللي كيخافوا من ترز... من تسرب أه وثنائي اكسيد الكربون فممكن انكم تشريو المقله الصغيره أه من الالومنيوم كتبقى دائما حاجز أه بينها وبين الحراره المباشره مع أه مع الانيه الفخاريه كنغطيو عليه لان المكونات فيها زيوت طياره فما بغيناهاش انها تضيع وتبقى ما امكن في أه المشروب اللي غادي نتناوله كنغطيو عليه ونخليوه يغلي أه كنتمنى انه يكون واضح لكم انه كيغلي برفق يعني بال أه برفق كنتمنى انه يكون واضح لكم كنخليوه نصف ساعه يعني ضروري من انه يغلي مده طويله ماشي بحال أه الاوراق اوراق الاشجار لا الاوراق الاشجار كنكبو عليها الماء مغلي وكنغطيو عليها ونخليوها وكنتناولها فيما بعد ان شاء الله غنزل لكم فيديو بهذا الخصوص على اوراق الاشجار وطريقه تناولها ان شاء الله بحول الله في هذه الايام المقبلة هنا من بعد ما مرت عليه او داز عليه نص ساعه وهذا المشروب مشروب الخلنجان او شاي الخلنجان ممكن انكم تستعملوه لوحدي بدون منكهات يعني الا كنتو تقدروا على النكهه ديالو القويه والحراره اللي فيه فممكن انكم تناولوه لوحده ولكن مع المنكهات كيكون احسن وألد طبيعه الحال غنتناولوه بدون سكر والميزة اللي في هذه الآنية الفخارية أننا كيف ما كتشاهدو أنا يش هزها بيدي يعني ما يحتاجش ال... ناخد فوطة مفوطة لأن باش نهزها لأنها الحرارة ما كنت توصلش الأيدي ديالها وهذا هو مشروبنا الساخن الممتاز جدا لفصل الخريف وفصل الشتاء مسخن جدا للجسم والديد وفي نفس الوقت جد مفيد وأعيد ممتاز جدا لأمراض المناعة الذاتية أمراض الدوالي لأنه كينشط الدورة الدموية ففعلا ممتاز 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 ومضاد التهاب قوي جدا فإذا أنكم تناولوه يوميا يفضل وكيبقى أحسن خيار من أننا نتناولوا مضادات التهاب إصطناعية ما كت العام كتسكن الألم ولكن كتهلك الكبد نتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته